احنا كلنا معنيين وبنتكلم كتير جدا، وده مهم ان احنا نتكلم كتير جدا بالمناسبة على مسألة الحوار الوطني ولجانه ومقررين، وبنتكلم تحديدا عن الحوار ككل من وقت ما فخامة الرئيس اعلن انه يتم اطلاق حوار وطني وانه يتعمل له تشكيل وما الى ذلك. وجانب كبير جدا من هذا الحديث بيروح في اتجاه مهم بالمناسبة، يا ترى هل ترى هو اللجان مين هيبقوا المقررين، يا ترى هل ترى المحاورين اللي هيبقوا موجودين في هذا الحوار ومين اللي هيشترك هيبقى مين، يا ترى هل ترى هل هيحصل إقصاء للمعارضة وتغليب للموالاة، يا ترى هل ترى التصويت والاختيار بيتم تشكيله ازاي وما إلى ذلك. أنا من أنصار إنه حوار وطني يعني حوار وطني، يعني يجمع المعارضة والموالاة، وهذا الجمع لا يقوم على أساس محاصصات، يعني تعرف التعبير اللبناني بتاع محاصصات ده، اللي هو مثلا إيه، والله لو إحنا عندنا الأغلبية في البرلمان موالاة يبقى كده إحنا هنخلي الأغلبية في الحوار الوطني موالاة. لا طبعا، وبالمناسبة هو ده مش هيحصل ولا بيحصل، ويمكن حضراتكم شفتوا تشكيل على سبيل المثال مجلس الأمناء بتاع الحوار. واحنا امبارح كنا بنتكلم عن اللجان والمقررين وما الى ذلك، ماشي. طيب احنا من الصبح سمعنا تراطيش كلام على اسماء متعلقه بمقررين لبعض اللجان، وسمعنا اسماء يعني من معارضه، وانا لما بسمع حاجه زي كده ببقى مبسوط وسعيد بصراحه. انا راجل جيت من جوه مربع المعارضة، أنا جدا 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 تقدر تقول موالاة في اللحظة اللي احنا فيها أو في الفترة السابقة اللي احنا فيها، عن قناعة كاملة مني أنه احنا بنعارض لما نبقى شايفين من وجهة نظرنا أنه الأوضاع مش في الطريقة اللي احنا نفسنا فيها، مش بنوصل للخطوات اللي احنا بنتمناها، مش بنسير في المسار اللي احنا عايزينه، وهذا ليس عيبا، وده مش معناه أنه النظام الحاكم هو اللي عنده المشكلة خالص، احنا بنشوف أن احنا طريقتنا أفضل. كويس؟ طيب لما ألاقي أنه الدنيا ماشية بالطريقة اللي أنا عايزها، فوالله حقي الكامل ان انا انتقل من مربع الى مربع اخر، مع الحفاظ على ايه؟ على المبادئ الرئيسيه. فهرجع تاني على مساله الاسماء. خليني اخد معانا على تليفون سياده المستشار محمود فوزي رئيس الامانه العامه للحوار الوطني. اهلا اهلا وسهلا سياده المستشار. استاذ يوسف اهلا بيك، اهلا وسهلا. ازاي الصحه؟ طيب. كله تمام؟ الحمد لله بخير. وكيف حال الحوار الوطني كده زي ما بيتقال في عباره استهلاليه يعني؟ ماشي بخطى محسوبة وثابتة وإن شاء الله مبشرة بكل خير. طيب سيادة المستشار، يمكن أنا كنت بقول حتى يعني في بعض الجمل التقديمية أنه أنا من الصبح بسمع أسماء أو تراطيش كلام عن أسماء، سمعت أسماء جاية من قلب ومركز مربع المعارضة المصرية مرشحة إن هم يبقوا مقررين لجان، يبقوا أطراف رئيسية في هذا الحوار. هل تراطيش الكلام دي يجانبها الصواب؟ يعني اللي احنا سمعناه وأكيد حضرتك سمعته زينا، أو يعني بعبارة أوقع أكيد حضرتك عندك الحقيقة الكاملة؟ الحقيقة إن إحنا في مجلس الأمناء امبارح الجلسة كانت طويلة جدا، 7 ساعات، كنا بنتناقش، استعرضنا حوالي 350 اسم قدمت لينا من جهات مختلفة وترشيحات مختلفة، والسير الذاتية والخبرات والتوجهات السياسية كلها كانت مطروحة. حلو. يعني الحقيقة ما انتهى إليه مجلس الأمناء أمس من وجهة نظري ومن وجهة نظر أعضاء مجلس الأمناء إن هو بيعكس كثير من التوازن. يعني عندما مثلا نجد إن الأستاذ الدكتور علي الدين هلال، وهو راجل طبعا له باعه في العلوم السياسية طبعا، وكل من يعمل في العلوم السياسية يعلم قدر الرجل، صحيح، نجد إن هو كمقرر معه في المحور السياسي كمقرر مساعد أحمد كامل بحيري. أحمد كامل بحيري. ف
فده نوع من انواع التوازن السياسي والتوازن العمري. صحيح. عندما مثلا نجد في المحور الاقتصادي الاستاذ الدكتور احمد جلال وزير الماليه السابق والخبير في البنك الدولي، نجد معه الاستاذ الدكتور عبد الفتاح الجبالي، هذا ايضا نوع من التوازن حتى في الاتجاهات الاقتصاديه نفسها. صحيح. فيما يتعلق بالمحور المجتمعي عندنا السيد الوزير خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه السابق، وهو صحيح. رجل ايضا مشهود له بالكفاءة السياسية جداً. ومارس السياسة على أرض الواقع سنوات طويلة، معاه أيضا هانيا الشلقاني وهي خبيرة في مجالها، وهذا نوع أيضا من التوازن المجتمعي والتوازن العمري والتوازن السياسي. فبالتالي أنا ممكن أكمل أستعرض مع حضرتك أنا يمكن اللي أقدر ألاحظه يا سيادة المستشار من كلام حضرتك وحتى من البيان اللي احنا قرناه امبارح واتصدر عن مجلس الأمنة، أنه وصححني لو أنا غلطان برضو، أنه في مراعاة جدا لمسألة أنه يحصل توازن في كافة اللجان، أنه مفيش تغليب لمسألة الأيديولوجيا، هي المسألة أنا بعمل توازن، وانه المعيار الرئيسي الاخر هو مساله الخبره الحقيقيه والكامله والتمكن من اداره هذه اللجنه على المستوى الفكري وعلى المستوى العلمي وعلى مستوى حتى الاداره نفسها واداره الحوارات فيما بعد. في المقام الاول اهم صفه يجب ان تتوفر في المقرر والمقرر المساعد التخصص والقدرة. صحيح. على الإدارة الجيدة لوقت الجلسة، دي أهم حاجة. كويس. المقرر بطبيعة الحال يعني مطلوب فيه الحياد، ومش مطلوب منه إن هو يبدي آراءه بشكل مباشر في الجلسة. عظيم. بالتالي في ضوء الجوب ديسكريبشن أو الوصف الوظيفي اللي أنا بقوله لحضرتك، التوجهات السياسية يجب أن تتنحى جانبا، ورغم ذلك مجلس الأمناء وهو في الاختيارات الحقيقة راعى مختلف التوجهات السياسية ومختلف الأعمار ومختلف الأنواع الاجتماعية كرجل وامرأة. طبعا أنا بسمع مع حضرتك وإحنا من الصبح سامعين يعني إن في يعني أولا أنا الأسماء اللي أنا استعرضتها لحضرتك يعني فيهم أسماء معروفة ان هي جاية من كتلة المعارضة. طبعا. واضح تماما يعني. طبعا. طب هل يعني هل اعتذر يعني الدكتور صفي الدين خربوش؟ ونجد مثلا ان الاستاذ الدكتور سمير عبد الوهاب معه السيد النائب علاء عصام. ايوه. علاء عصام توجهاته اشتراكية يعني. من عندنا علاء عصام من ناحيتنا. في البرلمان. صحيح. يعني ودي مسألة معروفة. الأستاذة الدكتورة نبيل مصعد أستاذ العلوم السياسية طبعاً. معها المحامي الحقوقي الأستاذ أحمد راغب. صحيح. فأنت أمام تنوع وكل الأطياف موجودة قدامك، أخذا في الاعتبار المعلومة اللي أنا قلتها، المقرر محايد، المقرر مطلوب فيه التخصص، المقرر مطلوب فيه حسن إدارة الوقت. طيب. الحقيقة برضو حابب يعني أعطي يعني تعليق بسيط، إن إحنا يعني خليني أنا هقول لك سر، يعني أعتبره سر. ماشي. سر يذاع على الهواء، قولي. أنا كرئيس أمانة فنية شخصيا تقدمت بمقترحات. كويس. ونوقشت هذه المقترحات على الطاولة، والحقيقة أن أثناء المناقشة وجدت أن ما أثير بشأن هذه الملاحظات كان صحيحا ودقيقا، مما جعلني أنا شخصيا أن أنا أعدل عن رأيي. والموقف اللي أنا بقوله لحضرتك ده يعني أنا بقوله والله، وأنا ده حصل معي أنا شخصيا، وده جيد يا سيادة المستشار. نفس الموضوعية دي أنا وجدتها مثلا من الأستاذ كمال زايد، وجدتها من الأستاذ عبد العظيم حماد.
حلو. الناس بـ 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 بتتناقش بعقل وقلب مفتوح، والناس بـ بـ بتسمع علشان تفهم، مش بتسمع علشان ترد. والحقيقة الأرضية الوطنية التي تجمع الجميع مخلية الموضوعية غالبة. طيب سيادة المستشار، أنا يمكن هسأل لأنه هذا السؤال أثير بقوة، يعني لماذا اعتذر الدكتور صفي الدين خربوش عن رئاسة لجنة حقوق الإنسان أو مقررا عن لجنة حقوق الإنسان في الحوار؟ الحقيقة أن إدارة الحوار للتو أصدرت بيان، وطبعا إحنا كنا نتمنى أن حد بقامة الدكتور صفي الدين خربوش يبقى موجود ونكمل معانا، ولكن الرجل تقديراته الشخصية ان هو يعني قد لا يستطيع ان يعني يوفق ما بين التزاماته في حياته والتزاماته المهنية مع متطلبات إدارة اللجان. خليني برضو يعني دي مسألة يعني حابب ان انا اعلق عليها ايضا. ارجوك. احنا لدينا مقرر ولدينا مقرر مساعد. صحيح. قد نتعرض لمثل هذه المواقف لاعتبارات كثيرة جدا، ممكن يبقى منها سفر، ممكن يبقى فيها ظرف طارئ، ممكن يبقى فيها انشغال، يعني دي مسائل احنا متوقعين ان هي تحصل وما عندناش يعني ما عندناش مشكلة في التعامل معاها. طيب يعني خليني برضو أذيع لحضرتك سر آخر. اتفضل. أنا مثلا شخصيا محمود فوزي تواصلت مع السيد النائب ضياء الدين داود. ليه؟ والحقيقة يعني إحنا كأمانة فنية كنا حريصين على مشاركة النائب ضياء الدين داود كمقرر مساعد في إحدى اللجان الرئيسية أو مقررا في إحدى اللجان الفرعية. طب كويس جدا جدا. وأنا اتصلت بزميلي وصديقي النائب ضياء داود. أيوه. وتكلمت معه وكان رده علي كالآتي، قال يا محمود أنا يعني خلي كلامي واضح تماما، أنا راغب وحريص على المشاركة في الحوار الوطني، ولكني لا أريد أن أقيد نفسي بمحور واحد، أنا أريد أن أشترك في أكثر من محور، وده مش هيبقى متاح لو أنا دخلت داخل الشكل التنظيمي للحوار الوطني. لأنه في الحالة لو بقى مقرر مش هيبدي رأيه، مش هيبدي رأيه وهيصعب، يعني مش هيبقى ملائم ان هو يتكرر اشتراكه في اكثر من محور. فيعني وانا نقلت وجهة النظر دي كاملة لمجلس الامناء، والحقيقة ان مجلس الامناء كله كان حريص على اشتراك النوعية الوطنية اللي زي النائب ضياء الدين داود. ولكن اللي انا عاوز اقوله ان الاسباب ممكن تبقى متعددة، يعني حرصا من ضياء الدين داود على إيجابية زايدة اعتذر عن ان هو يبقى داخل الشكل التنظيمي لإدارة الحوار. هذه حالة. صح. الدكتور صفي الدين خربوش يعني بعدما يعني أبدى موافقته عاد حساباته وقال انني قد لا استطيع ان اوفق ما بين الالتزامات، وده امر يحترم في الرجل بالمناسبه. يعني في ناس كده بتبقى حريصه على ان هي تتم اعمالها دايما على اكمل وجه، وهذه طبعا يعني مساله تقدر وتحترم جدا جدا ونتفهمها بشكل كامل يعني جدا. سيادة المستشار انا بشكرك جدا 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 جدا، وشكرا جدا على يعني ما اعطيته لنا من اسرار او قول حتى انفرادات. انا بشكرك جدا سيادة المستشار محمود فوزي رئيس الامانة العامة للحوار الوطني. انا اظن ده انفراد يعني تم عرض مش هسميها منصب، ولكن تم عرض مهمة مقرر لإحدى اللجان للنائب والزميل والصديق طبعا ضياء داود، إلا أنه اعتذر عن قبول
هذه المهمة لأنه يهمه يشارك أكثر كمحاور في جلسات ما الحوار الوطني وفي أكثر من موضوع وأمام أكثر من لجنة. ويمكن أنا أقول لك حتى من وجهة نظر أنا يوسف، يعني دي منتهى النصاحة من ضياء. ضياء عاوز يقول رأيه وحقه، ضياء عاوز يدلي بدلو بوجهات نظره، حقه. خد بالك الأهم هنا إنه محدش يقدر يقول أصل بيتم تجنيب أو إبعاد المعارضة إطلاقا. الأهم هنا إنه ما يتقالش أصل ضياء اعتذر عن المشاركة في الحوار، لأنه ضياء ما اعتذرش عن المشاركة في الحوار، ضياء اعتذر عن مهمة مقرر في إحدى لجان الحوار.